اعلم على الكرسي واروح على تول اري واجي هنا. انا عايز 6 كراسي تقريبا. اعمل بريفيو على محور اكس بالسالب و 2 دايمنشن على محور زد يبدو انه ما فيش استجابة عندي. سيب لي اس بوكس عشان اخفف الضغط. اسف انا عايز هان 6 كراسي. عايز باتجاه التاني بتهيئ لي. الجهاز شوية تقيل مش قادر او يعني بيستصعب عليه الامر وراح ياخد معه وقت. واضح ان انا بشتغل على اتجاه الخطأ. انا عايزهم باتجاه الواي. اعمل بالسالب تقريبا نفس القيمة انا عايزها بس بالسالب. العملية بتاخد وقت لانه الكراسي محطوط عليهم مش سموث. اوكي افترض الامور زي هيك. اوكي اجي مجموعة الكراسي هذه او كل هذول الكراسي عملهم ديليت. هيك شكل. يبدو ان انا حذفت الاضاءة مع الكراسي. واعمل ديليت. صار عندي المشهد. اعمل رندر. اشوف المشهد كامل. وراح يكون المشهد النهائي بالصورة اللي أمامنا هذه. ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.